وإنما نلتقي اليوم من أجل الجزائر، من أجل أن ندعم مؤسسات دولتنا، من أجل أن نقول كلمة حق في الرئيس عبد المجيد تبون فيما أنجزه لفئة الرياضة. وقد سمعنا قامات كبيرة تكلمت في هذا الشأن، فلا أستطيع أنا أن أنافسهم في أن نقول أكثر مما يقول أصحاب المهنة وأصحاب الحرفة وأصحاب النخبة من المسيرين ومن الرياضيين ومن الأكاديميين ومن حتى الطلبة. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.